قرار مجحف متسرع يمس جيوب المواطنين وصحتهم وحياتهم. بهذه الكلمات صب عدد من النواب جم انتقاداتهم لقرار مجلس الوزراء تقليص نفقات العلاج بالخارج دون النظر لمستوى الخدمات الصحية المتدنية بالكويت. وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله وفي رده على سؤال لتلفزيون المجلس فتح الباب أمام التراجع عن القرار ووضع استثناءات بعد قوله كل القرارات خاضعة للتقييم والمراجعة. هو قرار نافذ تم اتخاذه في مجلس الوزراء أمس، وهو قرار نافذ من الذاكرة، لم يكون في استثناءات لحالات معينة علينا أن نمضي فيه وأن نعمل من خلاله، ولا شك هذا القرار كسائر القرارات الحكومية خاضعة للتقييم والمراجعة، و يعني علينا ألا نستعجل في ردة الفعل إلا بعد قياس الفائدة منا أو الضرر منا. الانتقادات النيابية لقرار التقليص تواصلت وسط استغراب من عدم تأهيل القطاع الصحي قبل تنفيذ القرار. قرار مجحف وأتوقع أتى من غير دراسة. أقل شقة بيأجرها المريض ب1000 باوند، طيب مصاريفه وأكله وهذا دول غالية، والدول العربية 30 دينار ما تكفي. فأنت أهل مستشفياتنا هني، البنيان موجود الحين، خلينا نتخلص مستشفى جابر الأحمد ومستشفى الجهر الجديد ومستشفيات هالفخمة اللي تنبني، نبي فيها اختصاصيين من بريطانيا ومن أمريكا ومن ألمانيا ومن فرنسا. لما تجيب هني مختصين احنا نقول لك لا تودي علاج، وقف. خطوة غير موفقة أمانة، يعني لأن في هذا الوقت يعني ما كنا احنا يعني وين كان المنادات بأن الترشيد لا يمس المواطن مباشرة؟ المواطن في الغربة يحتاج. احنا طبعا لا تنسى أن قبل سنة صار تخفيض 50%، يعني 50% تخفيض يكفي. الآن اللي حصل تخفيض على تخفيض، هذا في ما في شك راح يسبب عوز حق الأسر في الخارج. تتراوح تكلفة العلاج بالخارج سنويا نحو 1.2 مليار دولار، مما يشكل عبا على الميزانية العامة، لكن عجز وزارة الصحة من معالجة المرضى داخليا جعل من التكلفة الباهظة أمرا واقعا اختضته الظروف كما يشير النواب. تقليص مخصصات العلاج بالخارج اعتبره البعض مشروع أزمة مع الحكومة في ظل دعوات للتريث والنظر للحالات الإنسانية وسط مطالبات بأن تبدأ الحكومة بنفسها قبل المواطن. لتلفزيون المجلس طارق السهو.